السؤال، لو وجدت نفسك في كتلة برلمانية، ما هي المبادرات التي ستتقدم بها في 99 يوم الأولانيين تحت قبة البرلمان؟ باش نبدأ معاك سيد حسون الناصفي عن حركة مشروع تونس. شكرا. 3 شهور معناتها، 3 شهور الولا اللي باش ياخذ منهم القسط الأكبر أعتقد أنه باش نطرقوا في مناقشة قانون المالية 2020. في إطار قانون المالية 2020 باش يكون عندنا بعض المقترحات اللي ماهيش في حاجة في الحقيقة للكتلة النيابية، وإنما حتى 5 إمضاءات تنجم تقدم مقترح تعديل في مشروع قانون المالية. 2 نقاط أساسية. أولا، طرح وإعادة جدول ديون صغار الفلاحين والبحارة. 2، منح العائلات المعوزة 180 دينار اليوم لا ترتقي إلى باش تضمن كرامة المواطن في تونس. الدولة اللي سبيق فيها بين 400 و 420 دينار تقريبا، من المعقول أنه ما فماش منحة أو أجر أو جراية تقل على هذا المبلغ. وبالتالي سنتقدم بمقترح لمراجعة منحة العائلات المعوزة بطبيعة الحال في إطار الترفيع فيها أكثر ما يمكن. ثم بعد ما كملوا قانون المالية باش يمشيوا بقدموا بمبادرة لتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب باش نحسن من نسبة الحضور. سنقترح أنه نسبة الحضور في مجلس نواب الشعب القادم تحتسب بنسبة المشاركة في التصويت. معناتها لا يكفي النائب أن يجي للقاعة الجلسات ويغادرها بعد 5 دقائق، وإنما حضوره يحتسب بمشاركته في عمليات التصويت داخل الجلسة العامة. أيضا تنظيم جلسات الحوار مع الحكومة في حاجة إلى مراجعة، وتفعيل آليات الرقابة وخاصة لجان التحقيق. آخر مقترح قد نصل ربما في 3 شهور ربما أكثر شوية، هو مراجعة منظومة التقاعد في القطاع الخاص. ما هوش معقول اليوم فما جرايات ب80 و100 و120 دينار وقت اللي الأجر الأدنى المضمون في تونس بحدود 400 دينار. عن حركة مشروع تونس.